ولمزيد من النقاش والحديث حول استعادة ثورة تشرين زخمها في الشارع، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا. حياكم الله. موجة جديدة من التظاهرات تجتاح عدة محافظات لا سيما ذي قار، هل فشل رهان الحكومة والأحزاب على عامل الوقت والقمع من ناحية أخرى؟ وبالتأكيد فشل عامل استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. بنفس الوقت المتظاهرين خرجوا لمطالب سياسية ولم تتحقق هذه المطالب. طالما هذه المطالب لم تتحقق فبالتالي لا يوجد مبرر لترك الانتفاضة أو التراجع عنها. ممكن هناك تكون محطات ضمن سيرة الانتفاضة التاريخية، لكن لا يعني أنها تراجعت وانتهت، لأنه أسس المشكلة باقي وما زال. لهذا السبب أعتقد أنه التظاهرات يعني مستمرة وتكون بزخم آخر وبآلية قد يجوز متطورة أفضل من الآلية السابقة لعام 2020. نعم، هذا كلام جيد، لكن في الناصرية تحديدا هناك شراسة في القمع الحكومي ضد المتظاهرين بأكثر من أسلوب، وخاصة التظاهرات في ساحة الحبوبي. على الرغم من هذا القمع إلا أنها ظلت مستمرة، كيف يمكن تفسير الظاهرة؟ أنا أعتقد الحكومة يعني متشبثة بالسلطة إلى آخر نفس، أكيد سوف تستخدم القوة المفرطة وممكن أن يرتفع سقف قوتها أكثر من هذا الموجود على الأرض الآن. لكن علينا أن ندرك أن المتظاهرين مصرين على مطالبهم، مصرين على البقاء في ساحات في الميادين والساحات، والمساحة ما بين المطالب المتظاهرين وما بين كلام الحكومة هناك فرق شاسع وبون شاسع بينهم لا يلتقيان. لهذا أعتقد التظاهرات سوف تستمر، وكما ذكرت لك تبدأ بآليات أخرى جديدة متطورة لتزيد من الضغط على الحكومة حتى تستجيب. نعم، بنفس الطريقة العامري والصدر كرروا اتهاماتهم للمتظاهرين وحرضوا عليهم مرة جديدة، هل هذا يعني أستاذ حسين أن الأحزاب فقدت السيطرة على خطاباتها الناعمة وعلى وعودها بالإصلاح وأصبحت الآن في مواجهة مباشرة مع الشعب؟ يعني هي الأحزاب هذه تعيش أزمات حقيقية، أزمات تنظيمية وأزمات مع الشعب. أصبحت تحولت هذه الأحزاب إلى دكاكين، وهذه الدكاكين أيضا أقفلت، فقدوا جمهورهم وحاضنتهم الشعبية، اليوم يتكلمون عنها. وأنا يعني أذكر قبل يعني عام 2020 كان الصدر متصدر مطالب المتظاهرين، ما الذي جعله يتراجع الآن؟ هذا دليل على لأن التيار الصدري هو جزء من العملية السياسية، بل هو ركن أساسي منها. لهذا السبب ما تنطلي هذه هذه الأساليب على المتظاهرين بأنه هو جزء من العملية السياسية ومن ثم يكون جزء من المتظاهرين. هذه الازدواجية ما عادت تنطلي على المتظاهرين. علينا أن ندرك أن المتظاهرين ليست مطالبهم وظيفية وإدارية حتى ممكن أن يقنعهم بوظائف بسيطة ومن ثم يركب الموجة. المطالب سياسية، المطالب سياسية، المطلب السياسي يجب أن يكون هناك تغييرا جذريا في هذه العملية السياسية. هذا الأمر لا تستجيب له الحكومة ولن يتراجع عن المتظاهرين، ولا توجد مساحة منطقة رمادية يستطيع أحد أن يختبئ في هذه المناطق الرمادية. ممكن شخص شخصين يختبئون ضمن هذه المناطق الرمادية، لكن لابد أن يكشف وتفضح. وقد لاحظنا في تشكيل الحكومة الأخيرة، حكومة السيد مصطفى الكاظمي، كم من الرماديين دخل فيها وأراد أن يركب موجة هذه التظاهرات ولكنه فشل. هو من سقط ولم تسقط التظاهرات، من دخل هو من سقط. لهذا السبب هذه التظاهرات سوف تسقط، ليس أحزابا سياسية بل كتلا سياسية ممكن أن تسقط أمام. نعم. هذا التيار العراقي الذي الإصلاحي الذي يريد عودة العراق ويعود دولة العراق إلى مكانها الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وفي الدول العربية. طيب، في المقابل هل تعلمت الجماهير الدرس الآن من الجولات السابقة من الثورة؟ هل ستنطري عليها خطب الإصلاح ووعود التغيير التي جرت في مرات سابقة؟ لا أعتقد تنطري عليها، لكن الجماهير أيضا تحتاج إلى مساندة. يعني إحنا لا يمكن أن يترك شباب في ساحات التحرير وفي الحبوبي والناصرية والنجف وبغداد ومن ثم الآخرين يتفرجون عليهم وينتظرون يقتنصون الفرص منها. هذه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع. على الشعب العراقي أن يكون حاضنة كبيرة لهذه التظاهرات حتى تحقق أهدافها. بدون حاضنة وبدون دعم دولي لهذه التظاهرات ستبقى الحكومة منفردة في قتل هؤلاء
وبغياب الحاضنة الشعبية سوف تستطيع الحكومة أن تستفرد بهم. لهذا السبب يجب أن يكون هناك حاضنة شعبية كبيرة مع دعم دولي لهؤلاء الشباب حتى تستطيع أن تحقق أهدافها من خلال الضغط على الحكومة. نعم. طيب في المقابل موقف السفارة الأمريكية كان هو مطالبة حكومة الكاظمي بحماية المتظاهرين، وهذا لا شك أن له سياق، يعني هذه الدعوة في أي سياق تأتي؟ هل حكومة الكاظمي قادرة على حماية نفسها إن أرادت فعلا حماية المتظاهرين؟ يعني أنا أعتقد الأمريكان لحد هذه اللحظة هم جزء من المشكلة وهم منحازين إلى الحكومات من 2003 وإلى آخر حكومة، بغض النظر اليوم عن مجيء نظام حكومة جديدة للولايات المتحدة بفوز جو بايدن. أعتقد المشكلة ليس في أحد الأحزاب الأمريكية سواء الجمهوري أو الديمقراطي، المشكلة مع المؤسسات الأمريكية، مع الدولة الأمريكية. يجب أن تغير سياستها تجاه العراق. التعويل على التغيير لدى الولايات المتحدة أعتقد تعويل مبالغ به. الأمر يحتاج تغيير سياسات ورفع الدعم عن هؤلاء الفاسدين لغرض التغيير، يحدث تغييرا إيجابيا إلى حد ما سلس بأقل التضحيات، آنذاك نستطيع أن نقول هناك موقف أمريكي. لحد هذه اللحظة لا يوجد موقف أمريكي حقيقي، هذه المواقف كلها يعني إعلامية صحفية لا تصلح حتى للاستهلاك الداخلي داخل العراق وليس للاستهلاك داخل أمريكا. المتظاهرين أصبحوا على وعي تام من هذه البيانات، لا تسمن ولا تغني من جوع. شكرا لك الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.